انا عامل اجتماع، واجتماع مهم اللي هي اولوياتنا، عمليات الافراجات على من الجمارك، بنتكلم على سلع غذائيه، بنتكلم على ادويه، بنتكلم على مستلزمات انتاج، بنتكلم على اعلام. ماذا عن هذه الاجراءات؟ ايه النهارده اللي مطلوب؟ عايزين مصانع تشتغل، ترجع تشتغل بالطاقه بتاعتها، ايه اللي مطلوب النهارده؟ اولا الدواء، دواء او اعلاف او مواد غذائيه، نعم. ده اولى من اي صناعه ومن اي حاجه. انما بعد دول مباشره، نعم، هي الصناعه، صناعه هي المواد الخام الاوليه، نعم، هي انت عارف يا استاذ احمد، احنا ناقص لنا تكه. انا عارف ان 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 نعم السيد رئيس الدوله نعم خد اجراءات كتير جدا في ان هو يطور ويعمل منشات صناعيه كبيره. نعم انا عارف الكلام ده ومتابعه كويس في اكتر من مكان في مصر كويس، ولكن انا برضو عندي اضافه بسيطه. احنا مصر بتستورد مواد خام اوليه اعتقد ما بين سنويا مش اقل من 30 ل 50 مليار دولار. مواد خام لتشغيل المصانع. مظبوط. تخيل لو احنا حوالي 45% من استيرادنا مواد خام. ده ما انا بقول لحضرتك اهو 45% في حدود الرقم. كل صناعه موجوده في مصر بنستورد لها مواد خام. اللي انا بقى عايز اضيفه ايه العمل؟ نقلب المعادله ازاي او ايه الحته اللي انا عايز اضيفها؟ ان احنا عندنا المواد الخام دي نقدر هنا في مصر، عندنا الاراضي وعندنا البنيه التحتيه. نعم. السيد الرئيس صرف فيها مبالغ، نعم، كبيره وعملها على احدث واعلى مستوى. نعم. ودي يمكن واحده من اهم الاسباب اللي جذبت الامارات وعملت راس الحكمه. تمام طبعا. طب احنا ممكن نستخدم برضو البنيه التحتيه دي في انشاء مناطق صناعيه، مش مناطق، لا، مصنع لماده خام بضخامه راس الحكمه، بنص ضخامه راس الحكمه. نعم. تخيل المصنع ده هيغطي السوق المصري كله، فانت منعت حوالي مثلا قول من الماده دي ماده واحده ممكن تمنع 10 مليار دولار يخرجوا بره البلد. تخيل انت بقى اعملهم هنا، مش هيخرجوا دلوقتي. انت لو صنعت الماده الخام دي، ال 10 مليار دول ما خرجوش بره البلد. نعم. خد الاحلى، انت كمان جبت للبلد 10 مليار، لان مصنع بالحجم ده لازم هيصدر لدول افريقيا كلها، واحنا اقرب لهم من الصين ومن اي مكان تاني. نعم. صح كده؟ كويس. فدخلنا 10 مليار تاني للبلد، يبقى احنا وفرنا 20. نعم. ده احنا لو عملنا ماده خام، لو صنعنا ماده خام واحده، طب لو صنعنا 20 و30 و40، تخيل انت تقدر تجيب من الموانئ او من الجمارك النهارده حجم المليارات اللي بتتحول عشان تستورد بها مواد خام لكل صناعات مصر. الكلام ده تقدر توفره فعلي؟ تقدر توفره، وتقدر تدبلره وتجيب زيه لو صدرت لدول افريقيا، ما هي كلها بتستورد زي حالاتنا. عظيم. النهارده ويمكن كنت بتكلم في الاول، اللي يهم المواطن ينزل يلاقي السلع النهارده اشتراها نزلت. انا كان ليا تعقيب بس، انا مع الاستاذ جورج طبعا في اللي قاله كله. بس انا كان ليا تعقيب بسيط. خلي بالك يا استاذ جورج، الناس ايا كانت، التجار اجهزه كهربائيه او غيره او ماده خام اساسيه، هو مجبر غصب عنه ينزل 30 و35% من قيمه ثمن السلعه اللي بيبيعها، مش 20 او 15 او 10. عارف ليه؟ لان احنا الدولار كنا فعلا متاكدين ان هو موجود في السوق وبيتداول بسعر لغايه 75. اقول لك على حاجه يا استاذ احمد انا شفتها حصلت، واكتر من صديق ليا كلمني فيها. وصلنا في اخر يومين ثلاثه ان تجار العمله كان يقول لك انا معايا 100,000 دولار عايز ابيعها بكام، واحد يخش يقول له مثلا بعد كده، التاني يزود، بقى في مزاد، بقى اللي معاه 100,000 دولار من تجار العمله مش بيروح يبيعها لواحد، ده بيعمل عليها مزاد ويديها للي يدفع اعلى سعر. اعلى سعر. تخيل احنا رحنا فين؟ فمن 75 للنهارده، على ما اسمع يعني ان الدولار في السوق السوداء وصل 50 او 51 او 52. نعم. انت بتتكلم في 25. نعم. من 75 انت التلت نزل. نعم. التلت ايه؟ نزل. والزبون برضو او العميل بتاعك، نعم، في اي مجال، نعم، بيطالبك تنزل له تلت قيمه المنتج. نعم. ما هو التلت نزل. وهينزل اكتر من انت دلوقتي كمان. مش انت كنت بتقول له انا بشتري سوق سوداء؟ هتروح النهارده كمستورد في البنك هيديك بالسعر الرسمي. خلاص. وبالتالي تستورد بالرسمي، ما عندكش ارتفاع اسعار. يا باشا كده؟ السوق هيستقر جدا جدا وهتبان معالمه كامله. والدولار سوق سوداء، انا بقول لحضرتك ان شاء الله هيتعدم، مش هيمرض ولا هيتعدم اطلاقا باذن الله. سوق سوداء. نعم طبعا. انا بقول لحضرتك من 20 هيتم انهاء تماما. خلاص بقى،
خلاص. نعم. خلاص ده هم دلوقتي بينازعوا في اللحظات الاخيره يعني، انت فاهم؟ نعم. ولسه ولسه ان شاء الله مع دخول وضاق الاستثمارات اللي جايه انت هتشوف بجد انعدام للسوق السعودي. طيب استاذ بيه، ربما بنتكلم ايضا نرجع لملف العربيات واللي احنا بنشتغل عليه الدوله النهارده اللي هو توطين صناعه السيارات في مصر. الملف ده هيحل لنا ازمه كبيره. ده اهم ملف في الدنيا. اه. شوف المغرب وده